خاصة المرأة الليبية أصبحن ليها دور كبير في المجتمع، خاصة أنها قدرت تثبت نفسها في شتى المجالات، حاولت أن تنخرط في أعمال أن كانت صعب في فترة في عهد سابق أن المرأة تمارس هذه الأعمال هذه. حاليا تمت بذلت مجهود، قدرت تثبت نفسها أكثر، تمت منخرطة في عدة مجالات، منها السياسية، منها ثقافية، اقتصادية. يعني تقدر تقول المرأة حاليا أصبحت ملمة بجميع المجالات المختلفة في ليبيا. هو شخصيتها انقوت، قدرت شخصية قوية، قدرت تثبت نفسها، لها بصمة، وان قدرت لا خلاص تحررت من فترة ان لا انا صعب اني انا مثلا نخوض تجارب او نظرة المجتمع ليها توا، لا قدرت ان هي شخصية قوية مثابرة، قدرت تبدل نفسها في جميع المجالات.